الله الرحمن الرحيم. محمد طرمباطي، الكاتب العام لفيدرالية مدينة فاس ونائب الكاتب العام للفيدرالية الوطنية المغربية. جئنا إلى مدينة تفلت لإلقاء عرضين تهم جمعية الآباء بهذه المدينة العتيقة والعريقة. العرض الأول يتحدث عن رؤية الاستراتيجية التي جاء بها المجلس الأعلى للتعليم حاليا، فنشرح لجمعية الآباء هذه الرؤية الاستراتيجية للوزارة لإصلاح منظومة التربية والتعليم. والعرض الثاني كان حول الأدوار الأساسية لجمعية الآباء وسبل تفعيلها. طبعا الحال أنا تكلفت بالعرض الثاني الذي هو أدوار جمعية الآباء وسبل تفعيلها، وركزت في هذا العرض على ثلاث محاور. المحور الأول هو حقوق جمعية الآباء التي يجب أن تتعرف عليها وألا تتسامح في أخذ هذه الحقوق. الشق الثاني هو الأدوار التي ينبغي أن تقوم بها هذه الجمعيات، وهي أدوار كثيرة جدا وكلها أدوار تشاركية مع المؤسسة التعليمية، لأن هذه الإصلاحات التي جاءت بها الوزارة مؤخرا لا يمكن أن تقوم الوزارة لوحدها بها إذا لم تتدخل جمعية الآباء والآباء لإعطاء المصداقية لهذه الإصلاحات. فمن هنا لا بد أن تكون الجمعية قائمة بأدوارها. والشق الثالث هو سبل تفعيل هذه الأدوار. فقلت في هذا الشق بأنه الجمعيات إذا لم تكن هي مؤهلة، إذا لم تكن مكونة، إذا لم تكن في المستوى، إذا لم تكن لديها حكامة داخلية جيدة، إذا لم تعرف كيف تدبر شؤونها الداخلية من تسيير إداري وتسيير مالي وضبط الوثائق ديالها وأن تكون نزيهة وأعضاؤها نزهاء، لا يمكن أن تقوم بهذه الأدوار. إذن هذه الثلاثية هي التي يمكن أن تؤهل الجمعية لكي تكون شريكا فعليا لوزارة التربية والتعليم لإدخال هذه الإصلاحات إلى المنظومة. وشكرا لكم على هذه المبادرة الطيبة.